شكرا الكرام، أهلا بحضراتكم في هذه الساعة الإخبارية والتي نتابع فيها مجريات مؤتمر كوب 28 والذي يعقد في هذه الأثناء في إمارة دبي بالإمارات العربية المتحدة، حيث أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على أهمية أن يقوم المجتمع الدولي باتخاذ خطوات لأكثر طموحا في هذا المؤتمر لا تقل أهمية عن تداعيات التغيرات المناخية. خلال كلمة الرئيس المصري في فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في دبي، أكد الرئيس المصري أيضا على ضرورة تعزيز العمل الجماعي للتعامل مع تحدي تغير المناخ. إن مؤتمرنا اليوم ينعقد وعلى غرار مؤتمر شرم الشيخ العام الماضي وسط تحديات سياسية ودولية خطيرة لا تقل أهمية عن تداعيات التغيرات المناخية، وهو ما يتطلب منا كقيادات سياسية مسؤولة أمام شعوبها العمل المخلص على خروج مؤتمرنا هذا بنتائج طموحة وتنفيذ متسارع للتعهدات السابقة. وتدرك مصر في ضوء رئاستها للمؤتمر الماضي بشرم الشيخ وتأثرها المباشر بالتغيرات المناخية ضرورة تعزيز العمل الجماعي والعاجل للتعامل مع تحدي تغير المناخ بما يعزز قدرتنا على ضمان التنمية المتوافقة مع البيئة التي تحفظ كوكب الأرض للأجيال المستقبلية وتتعامل مع ما تشهده الأجيال الحالية من آثار مناخية شديدة وكوارث تتجاوز قدرة الدول خاصة النامية منها على التكيف معها أو احتواء آثارها على مختلف قطاعات التنمية. كما دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات أكثر طموحا في مؤتمر دبي، إضافة إلى توسيع نطاق المشاركة المجتمعية. وخلال كلمته في مؤتمر المناخ في دبي، أكد الرئيس المصري أنه يتطلع إلى خروج المؤتمر بإطار دولي معزز لتطوير التعاون وتوجيه الدعم المالي والتقني المطلوب للدول النامية. السيدات والسادة، إننا نؤمن بأن تحقيق هذه الأهداف هو أمر ممكن إذا عملنا معا بروح التعاون والمشاركة، ولذلك ندعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات أكثر طموحا في مؤتمر دبي، إضافة إلى توسيع نطاق المشاركة المجتمعية مع تفادي الأفعال الأحادية التي لا تراعي سوى المصالح الضيقة. وأنني أتطلع لأن نخرج من مؤتمرنا هذا بإطار دولي معزز لتطوير التعاون وتوجيه الدعم المالي والتقني المطلوب للدول. وقد أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عددا من اللقاءات الجانبية على هامش أعمال الدورة 28 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ في دبي. تناولت هذه اللقاءات تبادل الرؤى بخصوص تطورات العمل المناخي في ضوء انعقاد قمة المناخ. وقد أعلن الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات إنشاء صندوق بقيمة 30 مليار دولار للحلول المناخية على مستوى العالم. وأوضح الرئيس الإماراتي أن الصندوق يهدف لتحفيز جمع واستثمار نحو 250 مليار دولار بحلول عام 2030 لتسريع النمو الاقتصادي المستدام. يسرني الإعلان عن إنشاء صندوق بقيمة 30 مليار دولار للحلول المناخية على مستوى العالم، والذي تم تصميمه لسد فجوة التمويل المناخي وتيسير الحصول عليه بتكلفة مناسبة. كذلك يهدف الصندوق إلى تحفيز جمع واستثمار 250 مليار دولار بحلول عام 2030. كما حذر ملك بريطانيا تشارلز الثالث من مخاطر التغير المناخي، مؤكدا على ضرورة تعزيز الجهود لمواجهة تداعيات تغير المناخ. وقال تشارلز الثالث إن بعض الدول لم تعد قادرة على تحمل صدمات تغير المناخ كمنطقة شرق أفريقيا والتي تعاني الجفاف منذ عدة عقود.
ولا شك في أننا بحاجة للعمل الحقيقي من أجل إيقاف تلك الأضرار المتزايدة والتي تقع ضحيتها المجتمعات الأكثر هشاشة. فالأعاصير المتكررة تعصف بالدول الجزرية مثل فانواتو ودومينيكا، بينما تشهد الهند وبنغلاديش وباكستان فيضانات غير مسبوقة، ويعاني شرق أفريقيا من الجفاف منذ عقود. وفي الصيف الماضي عانت كندا كما عانت إسبانيا والولايات المتحدة وغيرها من الدول من أسوأ حرائق الغابات على الإطلاق. كما أكد رئيس البرازيل لولا دا سيلفا أن العالم يشهد زيادة غير مسبوقة في درجات الحرارة. وخلال كلمته في فعالية مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP28 أوضح الرئيس البرازيلي أنه يجب العمل على تجنب ارتفاع درجات الحرارة العالمية. نحتاج إلى أفعال ملموسة. كم عدد قادة العالم الذين يلتزمون بالفعل بحماية الكوكب وإنقاذه؟ في العام الماضي وحده أنفق العالم أكثر من 2 تريليون دولار على الأسلحة. هذا المبلغ كان يمكن أن يستثمر في مكافحة الجوع ومواجهة آثار التغير المناخي. كم طن من الكربون تنبعث من الصواريخ التي تنطلق في سماء الكوكب والتي تسقط على المدنيين الأبرياء وبخاصة الأطفال؟ لابد من أن يكون التغير المناخي عادلا للجميع. الفقراء هم أول من يدفع ثمن هذا التغير. كذلك قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه يجري العمل على الاستثمار في التحول في مجال الطاقة وبذل الجهود الكبيرة لإزالة الكربون من الصناعات المختلفة. وأكد ماكرون أنه تم تخصيص أكثر من 10 مليارات دولار لمكافحة الفقر وتغير المناخ، مشيرا إلى ضرورة إصلاح المؤسسات المالية العالمية. في السياق ذاته أكد وزير البيئة اللبناني ناصر ياسين أن لبنان يشارك بوفد كبير يضم أكثر من 150 عضوا من الحكومة في النسخة الحالية من مؤتمر المناخ COP28 في دبي. وفي لقاء خاص للقاهرة الإخبارية استعرض وزير البيئة اللبناني خطة الوزارة للحد من مخاطر حرائق الغابات وتعزيز جاهزية لبنان للاستفادة من فرص التمويل المناخي. أهلا بك معالي الوزير اللبناني وزير البيئة ناصر ياسين على شاشة القاهرة الإخبارية. نحن هنا من مدينة إكسبو دبي قمة المناخ. معاليك، حدثنا أكثر عن طبيعة مشاركة لبنان في قمة المناخ، وما هي رؤيتكم في COP28؟ لبنان يشارك في هذه النسخة من COP28 في دبي، أوسع مشاركة حصلت في تاريخ مؤتمرات المناخ في العالم. هناك أكثر من 150 عضو من الوفد من الحكومة، ولكن العدد الأكبر من الهيئات غير الحكومية، من القطاع الخاص، من الجامعات، من الإعلام أيضا. وهذا يؤشر إلى يعني ارتفاع الاهتمام وزيادة الاهتمام بقضايا التغير المناخي. أنا أذكر، وهذا ثالث كوب أشارك فيه، في الكوب منذ 2 يعني في غلاسكو ولاحقا في شرم الشيخ والآن في دبي، هذا الاهتمام يتزايد عند الرأي العام اللبناني، ولكن أيضا عند الهيئات الحكومية والغير حكومية. وهذا أيضا يعني ما تعمل عليه وزارة البيئة من ضمن خططها لزيادة الوعي حول التغيرات المناخية وتأثيراتها، ولكن أيضا
على بعض البرامج والسياسات التي نقوم بها ونطمح إلى تنفيذها أيضا في السنوات المقبلة من ناحية التكيف والتأقلم أو من ناحية التخفيف، خاصة بالتعاون مع الوزارات المعنية بهذا الموضوع. إذن معاليك، ولكن هناك دول لا تؤثر كثيرا يعني أو تتأثر كثيرا على الانبعاثات بسبب حجم اقتصاداتها نوعا ما، ولكنها تتأثر بشكل كبير بالتلوث بارتفاع درجة الحرارة، درجة حرارة الكرة الأرضية، ولبنان من تلك الدول. السؤال هنا، هل يدفع لبنان فاتورة الغير اليوم؟ بالطبع، لأن احنا كبلد صغير سكانيا واقتصاد صغير مساهمتنا بالانبعاثات هي 0.03%، يعني مقارنة بغير دول، مع دول كبيرة والدول الصناعية والدول الكبرى، ولكن نتأثر بالطبع، وهذا بطبيعة الحال مثل كل الدول، بارتفاع درجة حرارة الأرض. في التقرير الرابع الذي أجريناه في الوزارة مؤخرا حول وضع التغير المناخي أو السيناريوهات في منتصف القرن، إذا استمر على هذا المنوال وارتفع درجة الحرارة لأكثر من 2.2 درجة، ستكون هناك تأثيرات كبيرة جدا على كثير من جوانب الحياة في لبنان، الزراعة، إدارة الغابات، موضوع حتى تدهور الأراضي، ذوبان الثلج، قلة المتساقطات، كل هذه ستؤثر. يعني نحن كبلد صغير صرنا من ضمن كل الدول التي ستتأثر، ومشان هيك نحن ضمن المفاوضات والنقاشات في هذه الأيام في COP28 مع الدول الدامية G77، مع المجموعة العربية، مع G77 بلس تشاينا، نفاوض على أهمية يعني مساعدة هذه الدول من ناحية نقل التكنولوجيا، التمويل المناخي، مساعدتها بالعطل والأضرار أو damage and يعني اللي عم بيصير من وراء الكوارث المناخية، التضرر واللي عم بيصير، كيفية التعويض عن هذه الأضرار التي تحصل، وخاصة فيما يتعلق في لبنان بتغيير في الجبال وقلة المتساقطات التي ستؤثر كثيرا على التنوع البيولوجي الموجود في لبنان. إذن معليك، ولكن يعني نوعا ما قلتم أن الاستثمارات الخضراء هي فرصة لتعافي لبنان، كيف يمكن اليوم تطبيق ذلك، وما هي الخطوات المهمة لتحقيق الاستثمارات الخضراء؟ يعني موضوع التمويل المناخي نحن نولي كثير اهتمام في وزارة البيئة. جهوزيتنا كلبنان مع كل الأزمات الاقتصادية والمالية التي نمر بها، ولكن تعزيز جهوزيتنا للاستفادة من فرص التمويل المناخي هو هدف أساسي تقوم به الوزارة، وسنطلق خلال أيام في 9 ديسمبر مرفق الاستثمار الأخضر، وهو مرفق استثماري ستطلقه وزارة البيئة بالتعاون مع هيئات أخرى، ولكن سيكون بالمستقبل مرفق مستقل لتشجيع الاستثمارات الخضراء. في لبنان مرينا في ونمر في أزمات مالية، ونحن على قناعة تامة أنه الاستثمار الحقيقي يجب أن يكون استثمار مبني على مبادئ الاستدامة ومبني على التحول الأخضر، إن كان طاقة بديلة، زراعة مستدامة، نقل مستدام، وكل من الأمور المرتبطة بالعمل المناخي. إذن هل لنا أن نتحدث قليلا باختصار شديد عن الصندوق، يعني تأسيس هذا الصندوق في وزارة البيئة للحالات الضرورية، والتي قيل أنه يتم الدعم به من قبل المنظمات الدولية وجمع بعض التعبئة الرعاة من قبل القطاع الخاص؟ هذا الصندوق هو مرتبط بإدارة الغابات، وهو واحد من الطرق التي نريد أن نطبقها لتأمين التمويل السريع، وهو يكون تمويل يعني مش ليس مرتفع، تمويل لتأمين الحاجات التشغيلية لهذه الفرق المحلية التي ذكرتها. فمش هيك بسموه اسمه صندوق طوارئ أو دعم طوارئ حرائق الغابات، وسيكون بالتعاون مع البنك الدولي اللي عم نشتغل نحن وياه. أجرينا تجربة في منطقة شمال لبنان وكانت ناجحة، ونريد أن نعممه خلال 24 على كل المناطق. هل هناك تجاوب، وخاصة في ظل هذه الأزمة الاقتصادية التي يعيشها لبنان؟ عندما نرى أنه العائد من الاستثمار في حماية الموارد الطبيعية والغابات والأحراج والتنوع البيولوجي عائد جدا مهم مباشرة على الاقتصاد من ناحية السياحة البيئية والزراعة المستدامة وغيرها من التي ترتبط بحماية البيئة، أو غير مباشر من ناحية حماية التنوع البيولوجي في لبنان،
ساعتها يظهر قديش مهم هذا الاستثمار. إذن معليك وأخيرا يعني قضايا البيئة لا تنتهي إذا كنا نريد أن نتكلم عليها أكثر، ولكن اليوم هل ترى أن قضايا البيئة والاهتمام بها لم يعد هو نوعا أو درب من دروب الرفاهية، وإنما أصبح ضرورة ملحة من أجل الاستمرار على هذه الحياة في هذا الكوكب؟ نعم بالطبع، لأنه قبل كنا نشوف البيئة كأنها ترف أو كأنه أشياء فقط مرتبطة بأمور ثانوية، ولكن أصبحت كل ما يتعلق بالعمل المناخي وحماية البيئة والاستدامة هي جزء أساسي من الاقتصاد والمجتمع، ويجب أن تدخل في كل جوانب إدارة الدولة، إدارة الاقتصاد وإدارة المجتمع. إذن شكرا لك معالي وزير البيئة اللبناني ناصر ياسين، كنت معنا على شاشة القاهرة الإخبارية. شكرا لك. في السياق ذاته أكدت غادة والي وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة أنه يجب رفع الوعي المجتمعي بأضرار التغير المناخي على كوكب الأرض. وخلال لقاء خاص للقاهرة الإخبارية أوضحت والي أنه لا بد للدول من اعتماد التشريعات والقوانين الخاصة بمواجهة التغيرات المناخية. وما زلنا مشاهدينا الكرام نتابع فعاليات مؤتمر المناخ العالمي كوب 28 في يومه الثاني، وسعدنا أن يكون معنا في هذا اللقاء الخاص الدكتورة غادة والي المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمدير العام لمكتب الأمم المتحدة في فيينا. أهلا بكم في هذا اللقاء على شاشة القاهرة الإخبارية. دكتورة غادة، في البداية كيف تعمل منظمة الأمم المتحدة ومؤسساتها المختلفة على مواجهة مخاطر التغيرات المناخية؟ هناك عدد من منظمات الأمم المتحدة التي تعمل مع الدول في مواجهة التغيرات المناخية. هناك منظمة الأمم المتحدة المعنية بالمناخ يونيب، وهناك أيضا المنظمة التي أتشرف برئاستها وتعمل في مجال محدد وهو مجال مواجهة الجرائم التي تؤثر على البيئة. هذه الجرائم لها تأثير كبير سواء على التغيرات المناخية أو على التلوث البيئي أو على التلوث بوجه عام. يعني المؤسسة التي أترأسها تعمل مع أكثر من 40 دولة في مواجهة جرائم محددة. هذه الجرائم لها تأثير كبير، أهم هذه الجرائم وعلى رأسها جريمة الاعتداء على الغابات وقطع الغابات والأشجار، واللي هي عبارة عن هي سلاح لمواجهة التلوث المناخي والكربون، ثاني أكسيد الكربون. فقطع الغابات تعتبر جريمة لابد من مواجهتها. أيضا إلقاء النفايات الخطرة وتهريب النفايات الخطرة وإلقاء النفايات في البحار والمحيطات والنفايات البلاستيكية أيضا على رأسها. هناك أيضا جرائم تهريب الأنواع والنباتات المهددة بالانقراض. هناك أنواع من النباتات البرية وأنواع من الحيوانات البرية الممنوع صيدها أو تداولها، وبالتالي مواجهة هذه الجرائم كلها بتؤثر على التنوع البيولوجي. أيضا الصيد الجائر اللي فيه جرائم بالاعتداء على وتلويث المصايد من المجالات اللي بنشتغل فيها، تلويث الأنهار من خلال بعض الجرائم مثلا، ومنها التنقيب عن الذهب باستخدام الزيبق، ده بيلوث مياه الانهار. بنشتغل في منطقه الامازونيا في لاتين امريكا، وبنشتغل في افريقيا، وبنشتغل في جنوب شرق اسيا. دكتوره غدا، ايضا برايك ما هي الخطوات التي يجب ان تتخذها الدول للتكاتف لمواجهه شبح التغيرات المناخيه؟ مسألة التغيرات المناخية مسألة أخذ من العالم سنوات ليعترف بخطورتها. النهاردة أصبح هناك وعي عام ووعي مجتمعي، فالاستمرار في الوعي ورفع الوعي لدى المجتمعات والشعوب مهم جدا. أيضا الاستمرار في العمل مع البرلمانات لوضع التشريعات اللازمة لحماية البيئة ومواجهة أخطار التغيرات المناخية. هذه التشريعات لابد من عملها لحماية المجتمعات ولأيضا منع الجريمة ولفرض عقوبات على الجماعات ومجموعات الجريمة المنظمة التي ترتكب جرائم لها تأثير على التنوع البيولوجي، زي ما قلت لحضرتك تهريب مثلا الأنواع والممنوع تداولها.
كيف تقيمي الجهود المصرية أيضا في مواجهة تداعيات التغيرات المناخية وخاصة منذ توليها رئاسة كوب في العام الماضي؟ الحقيقة كوب 27 تم استضافته زي ما كلنا عارفين في مدينة شرم الشيخ، مدينة السلام الجميلة. حضروا أكثر من 50,000 مشارك، عدد كبير من مؤسسات المجتمع المدني وعدد كبير من رؤساء الحكومات والدول شاركوا في كوب 27. مصر استمرت في رئاسة كوب قمة المناخ حتى سلمت الرئاسة لدولة الإمارات المتحدة أمس في افتتاح كوب 28. أثناء هذا العام كان في الكثير من الفعاليات والأنشطة اللي ترأستها وبادرت بها الدولة المصرية، والحقيقة صندوق التعويضات والخسائر Loss and Damage Fund اللي أعلن عنه في مصر كان فيه شغل بيتعمل عليه، ونأمل أنه في هذا الكوب 28 يكون فرصة لتقوم الدول بتمويل هذا الصندوق ليتيح تمويلات للدول التي تأثرت بالتغيرات المناخية، سواء من ارتفاع في درجات الحرارة أدى إلى يعني تصحر، أدى إلى نزوح وهكذا. ففي دول كثيرة جدا تأثرت بالتغيرات المناخية، وهذا الصندوق التعويض عن الخسائر صندوق مهم جدا. يمكن مصر أطلقت العام الماضي يعني جملة اللي هو من الوعود إلى التنفيذ، وكانت في كوب 27 بتنادي بتنفيذ تعهدات. أنا شايفة في استمرارية، لأن هنا برضو كوب 28 بينادي بالأكشن والتحرك السريع نحو الحقيقة تنفيذ التعهد بإبقاء ارتفاع درجة حرارة 1.5 درجة ب2030. وكيف سيساعد كوب 28 على مواجهة الجرائم التي ترتكب ضد البيئة وخاصة في الدول العربية وأيضا الدول الإفريقية؟ الحقيقة إحنا النهاردة بنتواجد في كوب من خلال عدد من الفعاليات. في هذه الفعاليات أنا وزملائي بننشر معلومات وبندعو إلى التعريف بأولا طبيعة هذه الجرائم، خطورتها، تأثيرها على البيئة، وأسلوب مواجهتها. ويمكن من أهم أساليب المواجهة مبادرة هنعلن عنها غدا، هي مبادرة مشتركة مع وزارة الداخلية في دولة الإمارات المتحدة، وهذه المبادرة لتدريب العاملين في قطاع الجريمة، قطاع العدالة الجنائية، للتحقيق في الجرائم التي ترتكب ضد البيئة، بمعنى مسألة ضبط هذه الجرائم، مسألة التحقيق فيها، ومسألة إحالتها للمحاكمة. وكل المنظومة الجنائية اللي بتواجه هذه الجرائم محتاجة تدريب ومحتاجة ضبط ومحتاجة إعداد ومحتاجة دعم فني، فهي دي المبادرة اللي احنا بنطلقها وهننفذها في دول كثيرة. كيف ستسهم التغيرات المناخية وتداعياتها أيضا في تفاقم العناصر المؤدية للجريمة؟ شوفي، التغيرات المناخية مثلا في أفريقيا بتؤدي إلى التصحر والجفاف، وده بيؤدي إلى نزوح مئات الملايين. السنة اللي فاتت يمكن كان أكبر عدد في تاريخ الكرة الأرضية، أكثر من 120 مليون نزحوا من أماكنهم، سواء بسبب الحروب أو بسبب التغيرات المناخية أو بسبب القلائل والاضطرابات. عدد من ينزحون بسبب التغيرات المناخية كبير جدا، فبتجد دي حرائق في الغابات، بتجدي تصحر، بتجدي المصايد لم يعد فيها أسماك لارتفاع درجات حرارة المياه أو لتلوثها، فبتجدي أن مصادر الرزق انقطعت، ومن هنا بينزح الناس بحثا عن مصادر رزق أخرى، وده بيؤدي لتعرضهم بكثير من المخاطر. وما الجهود التي قامت بها الأمم المتحدة لإدماج عنصر سيادة القانون في جهود الدول والمجتمع الدولي للحفاظ على البيئة وأيضا للحفاظ على مواجهة تغير المناخ؟ منظمة الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة هي المنظمة المعنية بالاتفاقية الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة، وهذه الاتفاقية الدول الأعضاء فيها بيلتزموا بالتعاون الدولي من أجل مواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود. بنشتغل مع الدول على وضع التشريعات اللازمة، على تبادل المعلومات حول الجرائم والعصابات التي تنفذ هذه الجرائم، على ضبط التشريعات، وعلى بناء قدرات القائمين على تنفيذ العدالة. فمسألة سيادة القانون مسألة مهمة جدا، القانون الدولي، وأيضا موائمة التشريعات المحلية علشان تتلائم مع القانون الدولي. في رأيك ماذا ينتظر العالم من كوب 28؟ العالم ينتظر كلمات أقل، وعود أقل، وتحرك فعلي، ومشروعات فعلية، وتمويل للدول الأقل حظا والدول التي تعاني من تأثير التغيرات المناخية.
دكتورة غدا، ما الخطوات القادمة بعد اعتماد قرار تشغيل صندوق الخسائر والأضرار الذي كان ثمرة مؤتمر كوب 27 بشرم الشيخ لمساعدة الدول الفقيرة والمتضررة من تداعيات تغير المناخ؟ وأيضا هل هناك مساهمات للدول في الصندوق حتى الآن كافية للقيام بالمواجهة؟ يعني مسألة تمويل الصندوق مسألة لسه الحقيقة محتاجة شغل كتير. أول ما بيتم وضع التمويل اللازم في هذه الصناديق بيتم وضع الشروط والإطار المنظم للعمل، وبعدين الدول التي المتضررة بتتقدم للاستفادة من التمويل لتنفذ مشروعات. هذه المشروعات من شأنها حماية الدول أو رأب أو تعويض الخسائر التي تعرضت لها من جراء التغيرات المناخية. ممكن تكون مشروعات للري، مشروعات للزراعة، مشروعات للبنية التحتية، مشروعات للتدريب التحويلي، مشروعات أخرى للتدخلات لحماية البيئة والمناخ، والحقيقة مواجهة مسألة التنوع البيولوجي، مسألة التلوث، وكل الإجراءات التي تحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض. دكتورة غادة، أشكرك شكرا جزيلا على هذا اللقاء. أنا اللي أشكرك، شكرا جزيلا. وعلى هامش أعمال كوب 28 في دبي، أكد وزير الطاقة اللبناني وليد فياض أن الطاقة المتجددة تمثل ما بين 15 إلى 20% من استهلاك الطاقة في بلاده. وأكد خلال لقاء خاص مع القاهرة الإخبارية، دعا فيه فياض الدول المتقدمة إلى أن تساهم في تفعيل صندوق الأضرار والخسائر لمواجهة التغير المناخي. أهلا بك معالي وزير الطاقة اللبناني وليد فياض على شاشة القاهرة الأخبارية من مدينة إكسبو دبي، مؤتمر قمة المناخ. اليوم قطاع الطاقة يعد العمود الفقري لمواجهة التغيرات المناخية. في ضوء ذلك الاهتمام الدولي الفعال لملف الطاقة، أين يمكن وضع ملف الطاقة على خريطة كوب 28؟ ملف الطاقة في لبنان هو ملف جوهري على مستوى الاقتصاد اللبناني. اليوم عم بيعاني لبنان من الفقر بالطاقة، وموضوع الترانزيشن انرجيتيك ترانزيشن او النقل الطاقوي، التحول الطاقوي، هو جزء لا يتجزأ من عملية النهوض بقطاع الطاقة بلبنان، حيث انه عملية النهوض هذه ترتكز على التحول من الفيول الأحفوري إلى الغاز اللي هو أقل بالنسبة للانبعاثات الكربونية، وبنفس الوقت الانتقال لجزء كبير من الطاقة المنتجة في لبنان والمستهلكة إنها تكون مبنية على الطاقة المتجددة. ونحن أحرزنا شوطا في هذا الإطار، حيث لما عملنا إعادة هيكلة للتعريفة ورفع للدعم للمحروقات نتأتى عن هذا الموضوع زيادة في الرغبة في الاستثمار في الطاقة المتجددة، مما عطى لبنان دفعة قوية مقارنة بباقي البلاد العربية وأيضا بعض بلاد العالم، حيث أصبح عنا أكثر من 1000 ميجاوات اليوم installed أو مركب من الطاقة المتجددة، إن كان طاقة شمسية أو طاقة كهرومائية، بما يمثل بحسب الإحصاءات اللي عنا إياها بين 15-20% من الاستهلاك اللبناني اليوم من الطاقة المتجددة. فبالتالي نحن معنيون اليوم بالنقل الطاقوي بلبنان. نحن موجودين اليوم بالكوب 28 بميحاذات مع فريق الرئيس الحكومي والفوكل بوينت اللي هو معالي وزير البيئة، لحتى يكون للبنان مكان في هذا المؤتمر الدولي، لحتى على مستوى العالمي يقول لبنان كلمة بما يعنى فيه، واللي هو ضرورة كبلد من بلاد القيد التطور، يعني البلاد القيد التطور، انه نحن ناس عم ننأذى من التغير المناخي، مع العلم انه نحن ما ساهمنا الا قليلا 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 في هذا التغير المناخي. فبالتالي من نادي على مستوى الدولي بالدور الذي يجب على المجتمع الدولي، خاصة البلاد المتقدمة اقتصاديا اللي هي استفادت من هذا التقدم الاقتصادي واللي أتى على حساب التغير المناخي اللي هي لعبت الجزء الأكبر منه. عم بحكي أنا عن البلاد اللي كانت الأولى
الثورة الصناعية فيها بلاد الغرب خاصة، واللي مسؤولة بجزء الأكبر عن التغير المناخي. فمن هون من نادي أنه يكون إلى دور كبير في الـ مش بس إطلاق وإنما تفعيل اللوس اند دامج فند، اللي هو صندوق الخسارة والتعويض بالنسبة للتغير المناخي. الشيء المنيح اللي عم بيصير هون هو تفعيل هذا الصندوق، بس المساهمة التي لحد اليوم جمعوها هي ما بتوصل إلا 600 مليون دولار، بينما الاحتياج في البلاد المعنية مثل لبنان، بس طبعا غيرها كتير من البلاد اللي هي قيد التطور، الاحتياج بيوصل ل 300 مليار. فبالتالي دولار سنويا 300 مليار لمعالجة مشاكل والتأثير السلبي تبع التغير المناخي. من هون في دور كبير بعد مطلوب يلعبوه الدول المسؤولة عن التغير المناخي، يعني دول الغرب تحديدا، ومنتكل عليهم انه يكونوا اهل لهذه المسؤولية ويدعموا البلاد المتأثرة سلبا ومنها لبنان. يعني نحن طب إذن ماذا سوف يقترح لبنان في هذه القمة فيما يتعلق بالطاقة والطاقة الجديدة؟ قلت لك هيدا جزء من اللي رح ينطرح. يعني رح نطرح دور مطلوب من قبل الدول المسؤولة عن التغير المناخي لتعويض عن التأثير السلبي اللي عم بيعاني منه دول كل الدول، ومن ضمنها دول اللي هي بعد قيد التطور. هيدي أول نقطة. تاني نقطة، عم نبحث خلال هذا المؤتمر المعني بالاستثمارات في ما يقلل الانبعاثات على مستثمرين عنا بقطاع الذي يساعد قطاع الطاقة على تخفيض الانبعاثات منه، وذلك قلنا لك الطاقة المتجددة. نحن بحاجة لمستثمرين حتى نقدر نعمل utility scale solar power، utility scale renewable energy. اليوم اللي أحرزناه بالطاقة المتجددة هو جهود فردية، استثمارات فردية، نحن بحاجة وأجهزة فردية. يعني عذرا معاليك، هل يحتاج لبنان اليوم إشراك القطاع الخاص طبعاً لتنمية مشروعات الطاقة الجديدة أكيد والمتجددة؟ أكيد كيف الحصول أكيد على أكيد هذا أكيد المطلب؟ نحن اليوم لما عملنا تعريفي، عملنا ريستراكشنينج للتعريفة بقطاع الطاقة، أصبحت التعريفة بتغطي كلفتها وبتغطي الكلفة ولو كانت الطاقة أحفورية، يعني عندنا تعريفة عالية نسبيا. فبالتالي أصبح الاستثمار بالطاقة المتجددة مجدي. نحن اللي عم نعاني منه هو رغم أنه الاستثمار على الورقة والقلم مجدي، إنما البلاد والمستثمرين مش عم يجوا لأنه ما عندهم ثقة بالقطاع المالي عنا بلبنان، فمنرد لمشاكل أخرى بلبنان. وجزئيا ما بعرف إذا في جزء منه بالسياسي كمان، مش عم بيكون في تحفيز للاستثمارات في لبنان، ونحن هيدي الاستثمارات بحاجة لها. كيف إذا كانت استثمارات مردودة للمستثمر واضح أنه موجود بعد زيادة التعريف، فنحن بانتظار اللحظة اللي بيجي القطاع الخاص و الدول القادرة على الاستثمار والمنظمات الدولية مثل الـ EBRD وغيره يستثمروا في لبنان في قطاع الطاقة المتجددة الـ World Bank، لأنه على الورقة والقلم القطاع مجدي للمستثمرين. ولكن نحن بعدنا لحد اليوم ما شفنا هذه النتائج الإيجابية من التغير اللي عملناه بقطاع الطاقة من قبل المستثمرين الفورين انفسترز. إذن شكرا لك معالي وزير الطاقة اللبناني وليد فياض على كل هذه المعلومات، وعلى أمل أن تكون هناك مخرجات مهمة لهذه القمة، قمة COP28. شكرا لك على شاشة القاهرة الأخبارية. شكرا لك. أكد الدكتور جاسم الفلاحي رئيس الفريق الفني العراقي لقمة المناخ أن بلاده فقدت الكثير من الأراضي الخصبة بسبب تأثيرات التغيرات المناخية وتراجع إيراداتها المائية. وخلال لقاء خاص مع القاهرة الإخبارية أوضح الفلاحي أن التغير المناخي هو تحد كبير يؤثر على كل مناحي الحياة في العراق، بالرغم من أن مجمل الانبعاثات في بلاده من الكربون تقدر بأقل من 1%. وما زلنا مشاهدينا الكرام نتابع فعاليات قمة المناخ العالمي COP
28، ويسعدنا أن يكون معنا في هذا اللقاء الخاص الدكتور جاسم الفلاحي وزير البيئة العراقي السابق ورئيس الوفد العراقي الفني لوزارة البيئة. أهلا بكم ضيفا على شاشة القاهرة. مرحبا، حياكم الله. مرحبا القاهرة، مرحبا دكتور جاسم. يعني التقارير تتحدث عن تأثر العراق بشكل كبير بالتغيرات المناخية، منها مثلا التحولات البيئية في العراق أدت إلى تراجع المساحات المزروعة في البلاد إلى النصف. ما مدى دقة هذا الكلام؟ كلام دقيق بالتأكيد. أنا أقول لحضرتك بأن تأثير التغيرات المناخية خصوصا ترافق مع تراجع في إيراداتنا المائية من دول المنبع. نحن حقيقة في حوضي دجلة والفرات نشترك مع مصر الشقيقة في حوض النيل بمشاكل بالنسبة لدول المنبع، وهذه بالتأكيد سياسات لإقامة السدود ونواظم وحبس المياه خصوصا في دول منبع تركيا وجارة إيران، أدت بشكل متعاظم إلى تراجع إيراداتنا المائية، بالإضافة إلى التأثير الآخر للتغيرات المناخية. هذا بالتأكيد زاد معدل تدهور الأراضي وزاد معدل التصحر، وفقدنا الكثير من الأراضي الزراعية اللي كانت خصبة. يرافق زيادة غير مسبوقة في عدد السكان، معدل النمو السنوي في العراق للسكان يصل إلى 3%، أي حوالي 1,300,000. فبالتأكيد هنالك ضغط كبير في موضوعة الأمن الغذائي الناتج عن قلة أو عدم وجود أمن مائي، وبالتأكيد له تداعيات على الأمن القومي. نحن نعتقد بأنه قضية المياه وقضية تراجع الرقع الزراعية نعتبرها قضية أمن قومي لعلاقتها بما يسمى باللاجئ البيئي. هنالك من سيضطر إلى ترك أرضه واللجوء إلى إقامة عشوائيات على أعتاب مدن مع تداعياتها الأمنية والاجتماعية والصحية والاقتصادية. موضوع التغير المناخي وتأثيراته هو منظومة متكاملة تؤثر على كل مرافق الحياة، اجتماعيا صحيا اقتصاديا أمنيا سياسيا، ولهذا نحن نعتبره تحدي كبير وجدي في العراق. إذا تحدثنا عن المواطن العراقي، ما مدى تأثره بالتغيرات المناخية؟ طبعا بلا شك تعلمين حضرتك بأن العراق بلد غني، يعني يعتمد بشكل رئيسي على الإنتاج النفطي، لكن بصراحة مع توجهات العالمية الجديدة نحو تشجيع الدول على تنويع مصادر اقتصادها وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري كمصدر رئيسي للاقتصاد وللطاقة، بدأت الحكومة العراقية باتخاذ إجراءات باتجاه إحداث تنويع حقيقي في الاقتصاد، وأطلقنا رؤية وطنية تسمى الوصول إلى الاقتصاد الأخضر المستدام أو ما يسمى بالGreen Sustainable Economy، وفق استراتيجية وطنية كتبت بكل الفرق الوطنية العراقية، وزارات ومنظمات مجتمع مدني، وهي وثيقة الNDC أو وثيقة المساهمات اللي تعتبر سياسة استراتيجية عليا للبلد. هنالك بالتأكيد توجه كبير في قطاع النفط والغاز لخفض الانبعاثات، استغلال الغاز المصاحب بعدم حرقه، بالإضافة إلى إنشاء محطات للطاقة الشمسية. الحكومة وقعت 5 عقود في هذا الاتجاه، بالإضافة إلى جولات التراخيص السادسة تضمنت عقود كبيرة. قلتم إن العراق أنجز أهم وثيقة تاريخية لمواجهة تأثير التغير المناخي، لو تحدثنا عن مضمون هذه الوثيقة وأيضا أهم أهدافها. طبعا هي استراتيجية عليا لمواجهة تأثير التغيرات المناخية، سميت بوثيقة المساهمات المحددة وطنيا، رفعناها قبل مؤتمر غلاسكو COP26 قبل شرم الشيخ في المملكة المتحدة. تمثل رؤية وطنية لمدة 10 سنوات تنقسم إلى قسمين. القسم الأول يركز على إدماج هذه الوثيقة أو هذه الاستراتيجية في كل الخطط والبرامج الوطنية، والمستوى الآخر هو موضوع خفض الانبعاثات في قطاع النفط والغاز، وهو موضوع بدأت الحكومة العراقية فعليا في الشروع فيه رغم جهودنا الكبيرة في حماية قطاع الطاقة، لكن حقيقة هنالك رغبة صادقة بالالتزام على الرغم من أن العراق يعد من الدول المتأثرة في موضوع التغير المناخي. نحن لسنا مؤثرين في موضوع الاحتباس، مجمل انبعاثات العراق لا تصل إلى أقل من 0.04 وهو أقل من 1% مقارنة بكثير من الدول. المحور الثاني في الاستراتيجية يركز بشكل رئيسي على نقل التكنولوجيا خصوصا في قطاعين نعتبرهما قطاعات هشة، وهو قطاع الزراعة والموارد المائية، وهذه بالتأكيد رؤية وطنية شاملة. عملنا مشاريع عملاقة في مجال تحقيق الأمن الغذائي، مواجهة التصحر، استصلاح الأراضي، بالإضافة إلى استغلال الغاز المصاحب،
واللجوء إلى الطاقات المتجددة والحلول المستندة إلى الطبيعة. دكتور، أنجزتم بالفعل زراعة مليون شجرة والعديد أيضا من المشروعات الأخرى لمواجهة التحديات المناخية، ما خططكم للمرحلة الحالية وأيضا المرحلة المقبلة؟ نحن الآن على وشك أن ننهي مبادرة اللي أطلقها دولة رئيس الوزراء العام الماضي في مؤتمر البصرة للتغير المناخي، وهذه المبادرة تتضمن زراعة 5 مليون شجرة تم إكمالها. عندنا مبادرتين، المبادرة الوطنية لتحسين كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك بمليون شجرة على وشك أن تنجز، مبادرة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنجزت 1.8 مليون. هنالك طبعا رغبة بزيادة طموح بالنسبة لمساحات التشجير، إيماننا الحقيقي بأنه واحدة من أهم الوسائل الفعالة لمواجهة تأثير التغيرات المناخية هو خزن الكربون، اقتناص الكربون عن طريق التشجير. وبالتأكيد لدينا اليوم دليل وطني للأشجار التي تقاوم الظروف المناخية، لا تحتاج إلى كميات من المياه، وبنفس الوقت لديها سعة كبيرة في خزن ثاني أكسيد الكربون من الجو وإطلاق الأكسجين. دكتور جاسم، يعني أنت ترى أن الدول النامية في هذا الموضوع هي متضررة وهي ضحايا لنشاط صناعي لدول يعني اغتنت على حساب حياة وصحة الناس في البلدان النامية، كيف يمكن من خلال كوب 28 أن تلتزم تلك الدول بتعهداتها وأيضا مسؤولياتها تجاه الدول النامية والدول الأكثر تضررا؟ شكرا جزيلا. أكيد نحن نعي تماما أسلوب المماطلة والهروب للأمام الذي تتخذه الدول الصناعية الكبرى والدول الغنية التي ازدادت غنى على حساب الدول النامية والأقل نموا التي تأثرت بشكل كبير وانعكاساتها بالتأكيد على حياة وصحة ونمو وازدهار هذه البلدان. نحن نطالب بالعدالة المناخية، وسبق أن ربطنا موضوع التغيرات المناخية والأمن المائي بملف حقوق الإنسان، حق الإنسان بالعيش في بيئة سليمة وآمنة. نحن ضحايا هذا التطور الصناعي اللي امتد على أكثر من 300 عام واللي نتج عنه ازدهار ورفاهية هذه البلدان وزيادتها بالغنى مقابل التراجع غير المسبوق في كل القطاعات في الدول النامية ومنها بلداننا. ولذلك نعول كثيرا على مؤتمر دبي لإحقاق ما يسمى بالعدالة المناخية وفق ما أقر اتفاق باريس للتغيرات المناخية أرتيكل 6، والتي أكدت على ضرورة تفعيل الآلية التعويضية وهو صندوق المناخ الأخضر، لكن وفق مبدأ المسؤولية المشتركة لكن المتباينة. أشكرك شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك، شكرا لهذه الفرصة. شكرا. أكد مستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون البيئة والمناخ علي اللامي أن التغيرات المناخية التي أصابت الموارد المائية العراقية بالجفاف تركت أثرا سلبيا على حجم الإنتاج الزراعي. وخلال لقاء مع موفدة القاهرة الإخبارية إلى مؤتمر المناخ في دبي كوب 28، تحدث اللامي عن غياب العدالة في توزيع مياه الأنهار بين العراق ودول المصب. والآن مشاهدينا الكرام، يسعدنا أن يكون معنا في هذا اللقاء الخاص على شاشة القاهرة الإخبارية الدكتور علي اللامي، مستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون البيئة والمناخ. أهلا بكم. يا أهلا وسهلا، يا مرحبا. دكتور، نبدأ من التأثيرات المناخية على العراق ومدى استجابة العراق لهذه التغيرات. بدءا شكرا على الاستضافة في قناة القاهرة الإخبارية. الحقيقة العراق يصنف كأحد يمكن أكثر البلدان تأثرا بالتغيرات السلبية للتغيرات المناخية، متأثر جدا العراق بالذات فيما يتعلق بارتفاع درجات الحرارة وما يصاحبه من ارتفاع يعني نسبة عالية من التبخر للمسطحات المائية، وبالتالي شح المياه، وكذلك حقيقة فقدنا كثير من الأراضي الزراعية بحدود 50% من أراضينا الزراعية. حتى الأمن الغذائي، العراق بلد زراعي معروف في تاريخه، الآن للأسف يعني الإنتاج الزراعي لربما في بعض الأحيان نحتاج نستورد، يعني فالتأثيرات العواصف الترابية كثيرة حقيقة. العراق تقريبا لربما يصنف من مجموعة الدول الكبرى المتأثرة بالتغيرات المناخية بسبب موقع الجغرافي، وأيضا فاقم هذه التأثيرات هو عدم إعطاء العراق حصة العادلة من المياه من دول المنابع نهري دجلة والفرات، الأنهار مشتركة مع دول الجوار. نعم. دكتور علي، وماذا عن مساهمة العراق في تقليل الانبعاثات الحرارية؟ حقيقة العراق
عمل بجد خلال السنوات الأخيرة في موضوع خفض الانبعاثات. اليوم العراق تعاقد مع شركات كبرى عالمية لاستثمار الغاز المصاحب في عمليات الاستخراج النفطي، وبالتالي هذا سيؤثر كثيرا في خفض الانبعاثات. كذلك العراق دخل في تحالف لخفض غاز الميثان وهو من الانبعاثات الكربونية الكبيرة. أيضا العراق تعاقد مع شركات عالمية كبرى لإنتاج 12 جيجا من الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة الشمسية، من مصادر بديلة. هناك إشكالية دولية حول الوقود الأحفوري، أين العراق من هذه الإشكالية؟ العراق من كبريات مثل ما معلوم الدول المصدرة للنفط، هو العالم يحتاج النفط. يعني الآن لو الدول المصدرة للنفط توقف إنتاجها، يعني أتصور ستكون ضجة عالمية، يعني لأنه ما ممكن الاستغناء عنه. اليوم البدائل الطاقة المتجددة حقيقة غير كافية لأن تكون محل الوقود الأحفوري، بدليل الآن يعني اليوم لما نشبت أزمة أوكرانيا وروسيا طلبوا الدول الغربية من الدول النفطية أن تزيد إنتاجها أصلاً. فهي حقيقة ازدواجية غير عادلة، من جهة يطالبون الدول النفطية باستمرار تصدير النفط ورفع إنتاج تصدير النفط، ومن جهة يحاولوا يفرضوا رسوم. احنا كعراق حقيقة الآن لجأنا إلى حتى تخضير عمليات الإنتاج النفطي، بمعنى أنه اليوم الحقول النفطية بدينا نعتمد في تزويدها بالطاقة على الطاقات المتجددة. دكتور، يعني مدى تأثير شح المياه في العراق على استجابة العراق للمتغيرات الناتجة عن التأثير المناخي؟ حقيقة يعني أكبر تحدي يواجه العراق هو موضوع المياه. احنا مياهنا في معظمها هي من نهري دجلة والفرات، وهذان النهران حقيقة هم مثل ما تعرفون عابرة للحدود، منابعها في تركيا وفي دول الجوار في إيران وتركيا، وأيضا تمر بسوريا نهر الفرات. المشكلة الكبرى حقيقة فيما يتعلق بالمياه هو عدم الاقتسام العادل للمياه ما بين دول المنبع وبين دول المصب، وكذلك ضعف الإدارة المشتركة لمجاري الأنهار بين الدول المتشاطئة على الأنهار. بالنسبة لنا كعراق حقيقة التغير المناخي يجي بالدرجة الثانية بعد يعني اللي يجي بالدرجة الثانية كتأثير في شحة المياه. الدرجة الأولى هو حقيقة حبس المياه في الدول المنبع. لذلك العراق سواء في هذه المؤتمرات تغيرات اتفاقية التغيرات أو في مؤتمرات أخرى بدأنا نطالب أن يكون بند المياه بند أساسي في هذه الاتفاقيات. يعني للأسف اتفاقية التغيرات المناخية تنظر بعين واحدة. إذن دكتور القرارات يجب أن تحتوي، نعم، قرارات الأمم المتحدة حقيقة الاتفاقيات على بنود تتعلق بالاقتسام العادل والمشاركة العادلة للمياه والإدارة المشتركة للمياه. إذن دكتور، القرارات الدولية من شح المياه كيف تساعد الدول المتضررة برأيك؟ اليوم مثل ما يطالبون بتقليل الانبعاثات، من المهم جدا احنا دول متضررة بسبب المياه ان يساعدونا ايضا في هذه القرارات بان تكون قرارات مهمة وملزمة، بضرورة انه يكون هنالك تقاسم بالضرر، ان تكون عدالة في توزيع المياه، لأنه هذا سيساعدنا على التكيف في الاستجابة للتغير المناخي، وإلا ما ممكن التركيز فقط النظر بعين واحدة على الوقود الأحفوري وترك باقي الأمور. جميع الأمور مترابطة، وهذه حقيقة احنا كثير من الدول بدأنا نطرح عليها هذا الموضوع، وفي استجابة جيدة من عديد من الدول لهذا الموضوع، ونحاول راح نبقى نستمر نطرحها ونشكل تحالفات. ضروري أن تكون أيضا هذه الاتفاقيات عادلة في قراراتها، أن لا تنظر على موضوع
وتترك موضوع آخر. أشكرك شكرا جزيلا. يا أهلا وسهلا، شكرا جزيلا. وفي سياق متصل، أكد رئيس البنك الأفريقي للتنمية أن مواجهة التغيرات المناخية والتكيف معها في أفريقيا يحتاج لتمويل يبلغ 300 مليار دولار، لم يتوفر منها إلا نحو 12 مليار دولار فقط. وفي تصريح للقاهرة الإخبارية أوضح رئيس البنك أنه شارك في اجتماع التكيف مع التغيرات المناخية لدعم البلاد غير القادرة، مشيرا إلى أن البنك استثمر نحو 25 مليون دولار حتى الآن في برنامج التكيف. لقد خرجنا من اجتماع يسمى البرنامج الأفريقي للتكيف مع المناخ، برنامج تسريع التكيف الأفريقي، وهو برنامج بقيمة 25 مليون دولار استثمرها بنك التنمية الأفريقي والشركاء، بالإضافة إلى المركز العالمي للتكيف، ليكونوا قادرين على دعم البلدان القادرة على الوصول إلى تمويل المناخ من أجل التكيف. وهذا أمر مهم للغاية، لأن إفريقيا تعاني من تغير المناخ. لدينا 9 من أصل أكثر 10 دول عرضة لتغير المناخ هنا في أفريقيا، ومبلغ التمويل الذي قد تحتاجه أفريقيا للتكيف مع المناخ يبلغ حوالي 300 مليار دولار، ولا تحصل على أكثر من ربما حوالي 12 مليار دولار فقط. لذلك نحن بحاجة إلى مزيد من الموارد. والشيء الثاني الذي يطلقه بنك التنمية الأفريقي يسمى المرفق الأفريقي للتأمين ضد مخاطر المناخ، والذي سيكون عبارة عن تسهيل بقيمة مليار دولار. سيساعد ذلك على ضمان حماية البلدان من الكوارث الطبيعية مثل الجفاف والفيضانات. ويعلن البنك أيضا خلال هذه القمة عما يسمى بالتحالف من أجل البنية التحتية الخضراء في أفريقيا، مما سيساعد على تعبئة 10 مليارات دولار لدعم البنية التحتية الخضراء من حيث البنية التحتية للنقل والهيدروجين الأخضر وما إلى ذلك. لذا فنحن هنا حاضرون بشكل كامل، لأننا باعتبارنا المؤسسة المالية الرائدة في أفريقيا نضع أموالنا في مكانها الصحيح، واليوم نخصص 64% من إجمالي تمويلنا للتكيف مع المناخ. هذا وطالب رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو بتوجيه الأموال لحل المشكلات البيئية وليس للحروب. وفي تصريح خاص للقاهرة الإخبارية أكد رئيس بيلاروسيا على أهمية المشاركة في مؤتمر المناخ في الإمارات لبحث مستقبل العالم في ظل المتغيرات المناخية المتطرفة، وشدد على أن بلاده عملت على تقليل الانبعاثات وخفض التلوث. لقد أتى الجميع إلى هنا للغرض نفسه، لأن هذا هو الاجتماع الأكثر أهمية والقمة الأكثر أهمية. لقد أتى الجميع إلى هنا للاتفاق حول كيفية عدم تلويث الجو، كيفية تنظيف الجو. كيف تعمل بيلاروسيا على مكافحة تغير المناخ؟ في بيلاروسيا نجحنا في خفض مستوى التلوث بمقدار يبلغ ضعف ما طلب منا. إذا فعلت كل دولة في العالم ما فعلناه، سنستطيع حل المشكلة. إلى هنا تنتهي هذه النافذة من التغطية الإخبارية المستمرة على شاشة القاهرة الإخبارية. سعدت بحضراتكم خلالها أنا أحمد بشت وفريق عمل القاهرة الإخبارية. في الفترة المقبلة سيكون معكم الزميل ياسر الرجدي. شكرا لكم وإلى اللقاء.